بسم الله والابن والروح القدس اله الواحد امين. النهارده حصه جديده من حصص الحان القداس الالهي مردات خارج الهيكل القداس البسيلي. احنا كنا وصلنا لغايه امين القديسه مريم وخدنا امين طناطي الحصه اللي فاتت. فاحنا النهارده هنراجع بس من اول هيتين برسبيه على المردات اللي خدناها عشان نربط النهايات ببعضها. لان زي ما قلنا ان المردات اللي جايه كلها علينا هي مردات صغيره، ولكن اللي بيلخبط فيها هي النهايه. نهايتها بتنتهي ازاي؟ فاحنا دلوقتي هنراجع من اول هيتين برسبيه ونركز مع بعض، لان القداس هيمشي في اتجاه بالحان معينه، وعند نقطه معينه، عند وقت معين النغمه دي هتتغير. النغمه اللي هو بيدور فيها من اول هيتين برسبيه او من اول تنجشت لغاية أمين أمين تون سانتون اللي هي بموتك يا رب نبشر، من قبلها على طول يبتدي نغمة القداس تتغير، يخش في مود تاني من اللحن خلال القداس. وده طبعا ليه هدف يعني، بس خلينا دلوقتي نركز إن الجزء الأولاني من أول تنجشت، من بعد قانون الإيمان لغاية قبل أمين أمين بموتك يا رب نبشر، دي كلها تقريبا نفس النهايات بتاعت المردات. تعال نبدأ كده من هيتين برسبية، أو لو تحبوا ناخد من تنجشت، بس هي تنجشت نهايتها مختلفة. هنبدأ من أول هيتين برسبية عشان نربط النهايات ببعض. هيتن برس في انتاتي ثاوتو كوس ثواب ماريا بشويس اري اهموت نانم بيكو ايفول انتن النوفي تنوش تموكو بخريستوس نم بكيوتن اغاثوس نم بنظمة إف أواب جاءك إي أك صوتي أمون إليوس إيرينيس ثيسيا إني نعتبرها اول نهايه، اول نغمه للنهايه الاولى اللي هي بقى ايه، اربع هزات واتنين. فبنقولها ازاي؟ اني سي اوس. خد بالك بقى، ركز تاني. سي نلاقي ان النغمه دي اتكررت بعديها على طول في كيم تاتو، في حوار الافخارستي اللي احنا خدناه هنلاقي كيم تاتو نفس النهايه بتاعت هيتن برسبيه. فبنقولها ازاي؟ كيم تاتو ابن ماتو بعد النهايه او أربعة واتنين برضو زي اللي قبلها، زي إني سي أوس برضو كلمة تاتو كده، كلمة تاتو ابن ماتو بعدين أو وبعدين تتكرر معانا تاني في إخومين نفس النهاية. إخومين بروستون كي إيريون أربعة واتنين برضو. إخومين بروستون كي لكن أكسيون معانا نهاية جديدة بقى مختلفة.
اللي هي فيها الركنه سميناها كده. اكسيون بعدين هزه ايه 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 حاولها تاني. اكسيون ك زي ك وبعد كده لحن ني شيرو بيم هيبقى يتكرر معانا نفس النهايه اللي هي بتاعت اكسيون. تعال نشوف كده ني شيرو بيم. ني شيرو بيم ساو اشتمك نمني سرافيم ساتي اوونك اف او شيفولف بو اموس جي اجيوس 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 كيريوس صافاوت إبليس أورانوس كإيجيتس أجياس سو زو والهزة او 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 اوكسيس. طبعا الالحان دي احنا خدناها قبل كده وموجود ليها تسجيلات، احنا بس بنراجع النهارده. هناخد لحن جديد صغير النهارده بس ده احنا بنراجعه وموجود في التسجيلات اللي قبل كده. يبقى زوكسيس نفس النهايه بتاعت اكسيون زي اكسيون. تعال نقولها كده اخر مره. تس اجيا سو زو بعدين او دي لازم تقولها صح. او تاني تس اجيا سو زو بعدين او شوف او بعدين هزه او 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 اوكسيس. وبعدين خدنا الحصه اللي فاتت المردين دول، مرد القديسه مريم سميناه القديسه مريم لانه بيتقال بعد القطعه اللي اولها قدوس 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 وفي نهايتها العذراء القديسه مريم، فسميناها كده عشان نميزها لان هيجي لنا امينات تانيه فدي كده نميزها بانها اسمها امين القديسه مريم. فبنقولها ازاي؟ وبعدين خد بالك من دول. تاني بعدين هزة لوحدها. آمين. حاولها تاني. وبعدين كم مرة؟ يبقى إذا إحنا خدنا النهاية ديت، خدنا كام نهاية؟ اللي هي بتاعت انيسي اوس اللي هي هيتن برزبية ممكن نسميها رقم واحد، اتكررت معانا في كيميتاتو واتكررت معانا في ايخومين، ولكن في اكسيون كان في نغمه جديده للنهايه، اتكررت معانا نغمه اكسيون في نيشيرو بيم زوكسيس في كلمه زوكسيس، واتكررت معانا في امين القديسه مريم. اما عند امين تناهتي دي نغمه جديده للنهايات، بنقولها ازاي؟ آمين تينا آمين
تاني. آمين تينا، بعدين أعلى. آخر مرة. آمين تينا، ويفضل الجزء بتاع التقديس كله لغاية قبل أمين أمين بموتك يا رب نبشر، يمشي ما بين النغمتين دول، النغمة اللي هي بتاعت أمين القديسة مريم والنغمة بتاعت أمين تناطي، نفس النغمة ما بتتغيرش، هما الاتنين دول. هناخد حاجة النهاردة بسرعة سريعة وهنراجع عليها تاني المرة الجاية، وهي إن بعد ما بنخلص أمين تناطي اللي بعد ما بيقول الكاهن من قبل الصليب وبنقول أمين تناطي اللي هي حقا نؤمن، الكاهن بيقول وقام من بين الأموات لغاية ما بيقول إيه، ويجازي كل واحد بحسب أعماله. فالشعب بيرد عليه بيقول كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. بنقولها إزاي؟ قطاطو إليوس سوكيريه كامي قطاطس أمرتياس إيمون. قطاطو إليوس قطاطو قطاطو إليوس سو كيريه. علا تاني، قطاطو إليوس سو كيريه كامي قطاطس كامي قطاطس أمرتياس إيمون. هقراها تاني، قطاطو إليوس سو كيريه كامي قطاطس أمرتياس إيمون، اللي هي معناها كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. يعني يا رب لما تيجي حاسبنا، حاسبنا كرحمتك وليس كخطايانا. بنقولها ازاي؟ سهله خالص برضه. قطاطو إليوس سوكيريه. تاني، قطاطو إليوس سوكيريه قطاطو إليوس سوكيريه كامي كامي قطاطس كامي قطاطس أمرتياس. هقول تاني، قطاطو إليوس سوكيريه كامي قطاطس أمرتياس إيمو. نفس النهاية بتاعت أمين تناطي بالظبط. هقولها على بعضها كده وخد بالك. قطاطو إليوس سوكيريه كامي قطاطس أمرتياس إيمو. كرحمتك يا رب وليس كرحمتك
خطأ يا بس مش هتظبط هنا زي ايه النهايه دي، هتتعمل بطريقه تانية. فاحنا بس خلينا عشان ما نلخبطش، لان العربي مختلف شويه عن اللغتي، فاحنا خلينا مع الاساس اللي هو الاصل دلوقتي العربي، خلينا بعدين شويه عشان النهايه مختلفه عن الاصل بتاع اللغتي. قططو إليوس سوكيريه كامي قططس أمرتياس بشدها كده لتحت نزلتها خالص، اروح طالع باين تاني قططو إليوس سوكيريا كامي. شوف كيف هي تطويلة سنة صغيرة، كامي قططس وهزتين هنا قططس تاني قططس أمرتياس إيمو ركز. قططو إليوس سوكيريا كامي قططس أمرتياس زي عمين تناطي، النهاية زي عمين تناطي. تعال نراجع عمين تناطي كده. آمين. نفس الكلام أهو. تينا. الحتة دي زي إيمون. إيمون. هي هيها تي نا وبكمل زي بعض. طبعا هنا هزة واحدة وهنا اتنين عشان هنا في حروف اكتر من هنا، فاستبدلنا الحروف بهزة كمان زيادة. فعملناها ازاي؟ ايمو العالي او او على بعضها. قططو إليوس سوكيريا. شوف الوقفة سوكيريا بطلع سوكيريا كيريا. بعدين نبدأ من تاني كامي كامي قططس كامي قططس أمرتياس إيمو آخر مرة من غير ما نقطعها.
قول معايا آخر مرة. قططو إليوس سوكيريا كامي قططس أمرتياس هراجع الثلاثة كلهم أختم بيهم الحصة. أمين القديسة مريم. أمين تنعطي. شكرا ليكم واشوفكم ان شاء الله الحصه الجايه تكونوا رجعتوا. امين وامين تنهتي وقطعتوا اليوس. شكرا.